عليكم. معكم وول شورت سيباستيان في حلقه جديده. وهاد المره هذه حلقه خاصه بتوضيح بعض المعلومات لشي ناس اللي لاننا في هاد اليومين الاخرات وصلنا العديد من الرسائل من الناس كيسحبونا كنصايبوا الفياز او كنعاونوا على ان الناس يصايبوا الفياز ونجيبوا الناس. حنا هذا ماشي هو الدور ديالنا وماشي هو الهدف من هاد المبادره ديال الفيديوهات والصفحه في الفيسبوك والموقع اللي مولشور دوت نت. وهاد المعلومات اللي كتدوز عندكم في اسفل الشاشه حاليا. بغينا نوضح لكم مجموعه من النقط اللي هي اول شيء انا غنتكلم على الاهداف وغادي يزيد سيباستيان بعد يتكلم لكم على الحوايج اللي حنا ما كنديروش. الاهداف ديال هاد المبادره هذه هي اننا نرشدوا ونوعيوا الناس الاجراءات واي حاجه متعلقه بالتاشيرات، انواع التاشيرات لهاد البلاد، كيفاش تجي لهاد البلاد، شنو دير باش تجي لهاد البلاد، شنو المستوى المطلوب يكون عندك باش تجي لهاد البلاد هذه، باش تخدم وتكون واحد المسار وتمشي في مسار طبيعي وتعيش حياتك والامور بخير. غادي نوضح لكم مجموعه من الامور اللي هي كتمحور بشكل عام على التوعيه فقط. ما غنجيب واحد ما نديو حد، الناس اللي كيصيفطوا لنا السيفيات ديالهم باش ندبروا لهم على خدمه، هذا ماشي الدور ديالنا وما نوعدوا حتى شي واحد باننا غادي ندبروا له على خدمه. ماشي هو هذا الدور اللي تخلقات بهذه المبادره هذه. حاجه اخرى، غادي نخصصوا حلقات فقط للرد على التساؤلات ديالكم اللي كتكون متعلقه بالموضوع. تساؤلات متعلقه بالهجره والعمل والاقامه في دوله الامارات العربيه المتحده فقط لا غير، حلقات خاصه، وغادي نجيبوا لكم حالات. هذا الشيء قلناه من قبل، حنا الدور ديالنا غنجيبوا لكم حالات اللي عاشوا في هذه البلاد تكرفصوا في الاول ووصلوا في الاخر وغيعاودوا لكم بلسانهم، وغنجيبوا لكم حالات اللي ناجحه وتعاود لكم، حالات اللي مازال لحد الساعه كتقاتل مع الوضع وغيعاودوا لكم باش تستافدوا فقط لا غير. وسيباستيان غادي يشرح لكم مواضيع اخرى. هي استنادا على المجموعه ديال الايميلات اللي وصلتنا، يعني كاين بعض الناس تيطرحوا تساؤلات ديال كيفاش غادي نجي، اشنو غادي ندير، عافاك عاوني، هاد السيفي ديالي كما قال مولشورت. هي بصراحه يعني باش ما نعاودش نفس الكلام اللي قال مولشورت، هذا ماشي هو الهدف ديال هذا البرنامج، هذا بالعكس الهدف ديالنا هو توعوي، الهدف ديالنا هو الحد من عمليات النصب، الحد من الناس اللي جاوا لهاد البلاد هذه وتكرفصوا. بالعكس حنا تنفرحوا ملي تشوف بان كاين نماذج ناجحه، وكاينين نماذج ناجحه كاينين بزاف، فهمتي، ولكن في نفس الوقت ما خصناش نشوفوا غير الجانب العامر من الكاس، لا راه كاين جانب فارغ اللي هو ناس اللي جاو تاهما وتكرفصوا هنا بزاف، والسبب ديال التكرفص ديالهم هو انهم ما كانوش عارفين اشنو خاص يدار، او ما كانوش يعني عندهم معلومات كافيه على 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 على, على, على قانون الهجره، قانون الجوازات، اشنو خاص يدار اشنو ما خاصش يدار. وبزاف ديال الناس اللي وقعوا ضحايا ديال شبكات النصب والاحتيال في المغرب ولسوء الحظ من خوتهم مغاربتهم او من خواتاتهم مغربيات. المهم هو ان الانسان انفوا منين يكون عارف القانون مزيان ويكون عارف بان كل حاجه بشحال تتقام، راه ماشي من السهل ان الواحد غادي يضحك عليه. احنا هادشي كلشي يعني بواحد الطريقه موضحه ومسهله، داكشي باش نحاولوا الميساج ديالنا كامل يكون بالعربيه بالدارجه، فينا ما نهضروا فرنسا فينا ما نهضروا بالانجلي، ولكن من الاحسن ان نسهلوا الامور لان الميساج موجه لكاع المغاربه ماشي لواحد الطبقه من غير واحد الطبقه اخرى. في النهايه ديال هاد الرساله التوضيحيه هادي كان ما ننساش نشكر الراعي الرسمي اللي هو شركه نيوكستيك ممثله في سيمون سيف اللي كيتكلفنا المونتاج والانيماسيون ديال الفيديو، سي مصطفى اللي كيتكلفنا بالصوت والاضاءه، والسي بوش حمود وشكرا والسلام عليكم وتسناونا في الحلقه الجايه ان شاء الله. I'm not.